تيجي نازل من عربيتك او تيجي تركب عربيتك تلقى تيتا وديدة جايبالك اكياس وامصان وبنطلونات وحاجات كتير وبتقولك احسب لي الحاجات دي عشان البت دي مجنونة معايا مش عارفة تحسب لي حاجة. لو تكرمت هتعمل ايه؟ هتقف وتعد وتحسب زي ما حصل مع ضاحي. وتعالوا نبص بس نبص بس نبص بس. شكرا. كابتن كابتن كابتن. انا حاجة. ايوه انا متجهز. ولا كابتن امور يا حاج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بصراحة كنت عايز استأذنك. امور يا حاج. الف سلامة. الف سلامة. الف سلامة يا حاج. عدمي زهام زي حلاوة التحنية. لا الف سلامة يا حاج. كنت عايز استأذنك في حاجة. امور يا حاج. نزلنا السوق انا والبت دي. نزلنا جبنا حبة حاجات. امور يا حاج. انا فوجئت بقى ان الحساب هي ملخبطاني فيه. هل ممكن تساعدني حضرتك يعني اراجع الحساب معاك؟ انا خدامك يا حاج. الله يخليك. الله. هي شهامة ولاد البلد. الله يخليك يا حاج. هي شهامة ولاد البلد. الله يخليك. ثانية واحدة بقى. الكيس الازرق ده ب 500 جنيه. ايوه يا حاج. احسب لي بقى ايه؟ لا ايوه الازرق التاني. الاولاني قلنا كام؟ 500 يا حاج. قلنا ايه؟ 500. قلنا 500. 500؟ اه. وده حضرتك 900 يبقى كام؟ 1400. 1400. حضرتك مجموعة تانية. الراجل في منتهى الأدب ومنتهى الذوق. الله يخليك يا حاج. إيه الأدب ده؟ الله يخليك. إيه الأخلاق دي؟ الله يخليك يا حاج. اسم حضرتك إيه؟ ضاحي. وأنا اسمي وأنا مؤاخذة بس هريح على العربية ثانية كده عشان ظهري. اتفضلي يا حاج. وأنا اسمي وديدة. اهلا وسهلا. كانوا بيدلعوني وانا صغيره يقولوا لي يا دوده دوده. ايوه اهلا وسهلا. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعت انا يا باشا. واقف تبيع في الشارع؟ انا ما ببيعش يا باشا. دي بتاع الحجه. دي حجه مين؟ الحجه بتاعتك انت يا حجه. حجه ايه؟ الملابس دي بتاعتك انت. مش سامعاك عشان ودني دي. الحاجه دي بتاعتك انت. ودني دي فيها تحلب حضرتك. ايه؟ فيها تحلب حضرتك. من ايام ما كنت بلعب سباحه التحلب ده مسك في ودني فركب على الركاب والمطرقه وقفلها فما بسمعش كويس. تحلب؟ ايوه اسمه تحلب حضرتك. بس فانت بتقول ايه حضرتك؟ مش عارف. بقول حاجه. دي مش بتاعتي انا. بتاعتك انت. بتاعتي انا؟ ايوه بتاعتك انت. ضحكتك انت. الحاجه دي بتاعتك انت. في ايه يا ضحك؟ ده انت نهار كذا. ده انت ماسك التيشيرت تقول بص شوف تيشيرت طاح اهو. بص شوف تيشيرت طاح اهو. أيوة. انا قلت كده. ايوه وعملت الحركه اللي بتعملها يا ست. حرام عليك. الحاجه دي بتاعتك انت. انت اسمك ايه يا ابني؟ ضاحي يا فندم. شفت حضرتك؟ ما انا لسه حاسب لي على الحسبه يا باشا. طب انا اعرف منين انت؟ ما انت قلت تعرفني على اسمك. عرفتك على اسمي. انا اتعرف على انت اسمك دود. دودي دي ولا اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ما اعرفش اسمك. قلت لي اسمك دوده ولا دوده؟ دي دوده. ما اعرفش. قلت لي بقول لك ايه؟ في واحده اسمها دوده. ما انت ما اعرفش. انا اسمك ايه؟ انا الاسامي اللي انت بتطلعينها دي ما اعرفهاش يا باشا. انا ماليش حاجه في العربيه. الحاجه اللي بتاعتك انت. بتاعت مين؟ بتاعتك انت الحاجه دي. يا سلام. النهارده كنت واقف اقول بص شوف تيشيرت ضايح اهو. انت وليه شرانيه يا ست؟ ده انت وليه كبيره وشايبه. شايبه؟ اه شايبه يعني. والله انا الصبيه يعني انصب بفلوسي. انا جارك العربيه وبتحسب لي حسبه. دي جزاتي معاكي يعني. اجيب بدايه يا ست. نهار خليه يعدي بدل ما اخلي نهار طين على راسي. طب ثانيه يا ست. ما افهمش. ثانيه وربع ثانيه. الحاجه اللي بتاعتك انت. هسالك سؤال. ما تسالنيش. الرف ده كله المرصوص هناك ده ما اعرفش عنه حاجه. انا ده انا جاي ما اعرفش حاجه عنه. يعني انا جايبه هخش فيك السجن. تخش في مين؟ فيك انت. افهمك بالمحسوس. محسوس؟ انت راجل واقف تاجر في السوق. تاجر يا ست؟ انا اول مره اشوف شكلك المجندل ده. يعني انت عشان تغلط فيا هديك بالاربعه دول في مراخيرك. ما عشان انت حرمه. لو مديت عليك هموتك. عيب. هو جاب حاجات كويسه المره دي. جيت اشتري وقبل كده اشتريت دي منه من 6 سنين. شوف الوليه برضو الضلاليه. الله يرحمك يا تانت اوت. كانت تقول لي لفون بيفيان هترجع.
رجعت تقول انهم فرديال ينزل الديان النهار كله وتغني لي ده انتوا ايه لمقطرنا بقطران ليه كده الغلط ده بتغلط ليه يا ست اغلط في مين انا اغلط يا حرق ده انت جننتيني لا لا دي جننتيني يعني خالص تغلط فيا ده انا اغلط فيك وفي اللي خلفوك كمان انا مش هغلط فيك وقرع كمان يا نهار ازرق هنشوف فقرة محمد حسين تيجوا نبص بس نبص بس نبص بس نبص بس انت يا محمد في شارع ايه؟ انا؟ اه انا مخلص كلية ايه ده؟ هي الحاجات اللي على العربية تفضل زي ما هي دي ما بقتش عربية دي بقت فاترينة ملابس حاجات ايه يا استاذ اللي انت حضرتك بتتكلم عليها؟ العربية دي بتاعت مين؟ عربيتي وين بتبيع في الشارع؟ ببيع ايه؟ البضاعة دي بتاعت مين؟ بضاعة مين؟ ايه اللي بضاعت مين دي؟ الحاجة دي بتاعت الحاجة دي دلوقتي يا حاجة دود ده ايوه مش دي حاجتك انت؟ حضرتك في حاجة قلتها لك ان ودي اليمين دي عشان فيها تحلق وقلنا الف سلامة عليك الشمال تحلق ودي اليمين عشان كنت بلعب رماية رماية انا بطلة رماية حضرتك انا مش عارف 23 سنة مش عارف مين انا مش عارف لك حاجة انت سباحة ولا في الرماية ولا في ايه بالظبط انا في الاتنين كنت متفوقة جدا خلينا يعني في الحاجات اللي انت جبتها لي دي في عربيتي جبتي ايه حضرتك الحاجات دي الاستاذ بيكلمني بيقول لي ايه الحاجات دي دي ايه دي ايه دي بتجي حاجاتك انت وانا اعمل الخير انت تدوني شر انا جبت الحاجات دي تمام تمام مين اللي جاب البلاطي اللي هناك دي والامسان والحاجات انا اعرف انا اعرف انا مش عارف انا فين اساسا انا مش فاهم في سيرك ولا في ايه بالظبط انا بقول لحضرتك إيه بقى؟ حضرتك انت 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 ايوه انت ذات نفسك انت ايوه ايه قلت لي اذا سمحت انا مش سامعاك قلت لي اذا سمحت يا محمد ممكن تعدل لي الحاجه دي بعد ما اتعرفت على اسمي ايوه طيب خلاص انا خدمتك انا قلت وكل حاجه اما انا ما يعني انا هبلع عليكي صدقني الحاجه دي بتاعه حضرتها وبتاعه الاستاذه ولا الانسه فريده ما تتكلمي مش انت مش تبعها اتكلم اقول ايه تقولي ايه اه كلامها صح يا بنت الحلال اتكلمي طب احنا بنقول دي ست كبيره مش عاقله انت بقى انت ذات نفسك انت دود كلامه صح احنا دود مين كل يوم. يا بنت الحلال ما تخليش اغلط فيها دي ست كبيره دي ما بتسمعش يا حاجه شيلي الحاجه دي احسن ما بصي كله في الشارع كله بره ولا مثل ولا زفت قولي لي يا سلام ده ملبس من بني ده ولا ايه انت ست باي باي اه والله متخلفه انت ما تعرفش انا مين انت ايه انت الحاجه تحلب انت بطله الرمايه انت في مخك قطط والده انت انسانه مش عاقله ابدا 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 انا ايوه انت لا انا احب اعرفك انا مين بقى عرفيني انت مين بصي 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 بس هنصور قدام الناس بصي 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 بس هنصور غير ما تحس طارق واسمه غريب جدا اسمه طارق جمهورية يا باشا تقولوا نعم الجمهورية يا باشا تعالوا نبص بس نبص بس انا كنت انا والبنت دي تعالي بنت انت البنت دي بقى جابت حاجات ومغطاني في الحساب حضرتك ايه انا اسمي طارق ايه اسمي طارق جمهورية بيقولوا لك جمهورية اه يا حاج ده حضرتك بألف جنيه كويس دول بألف جنيه بألف ودولة بتمنمية بألف وتمنمية طب دي فيها حساب بقى لا بألف وتمنمية يعني حاجة مقفولة يعني ألف وتمنمية اه طيب انت ليه بقى بتقولي لي ألف وتمنمية وخمسين انا اسمي وديدة 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 اهلا وسهلا ايه دلعوني يقولوا لي يا دودة اهلا وسهلا دودة حلوة دودة جميلة دودة حلوة دودة جميلة حضرتك اسمك طارق جمهورية اه اسمي طارق جمهورية اه بس انت على فكرة عينيك مليانة طيبة الله يخليك يا حاجة ووشك فيه كم من الحنان الله يكرمك محدش يجي ناحية أي حاجة من البضاعة اللي محطوطة دي الله في ايه ده في ده دولاب ده ولا ايه؟ العربية دي بتاعت مين؟ بتاعتي أنا يا باشا وقفت تبيع في الشارع ما ببيعش ده الحاجة بتاعت الست دي بتاعت مين؟ بتاعتك مش الحاجة دي بتاعتك؟ لا بس أنا عايزك تبقى راجل كويس في كلامك أنا كويس ما تغلطش بس الحاجة دي بتاعتك أنت جيتي قلتي لي قالت لي اسندني سندتها فبتقول لي أنا غلطانة في الحساب احسب لي الحسبة أنا جيت لك هنا
وانت واقف ماسك تيشيرت تقول التيشيرت ب 4 جنيه. انا ما ببيعش هدوم، انا ببيع ايش؟ امال ايه اللي واقف يقول تيشيرت 4 جنيه؟ انا ما قلتش تيشيرت سعادتك، دي باين انت شايف حتى بتتكلم لا ازاي. لا حضرتك ما تغلطش فيا. لا ده انا بص انا يعني عشان انت ست كبيره مش هتكلم، انا جايب لك واحده زيك تمرمطك في الشارع. تمرمطني؟ اه تمرمطني. تمرمطني؟ اه والله وتمسح بيك الارض. ليه انا عملت لك ايه؟ ما دلوقتي انت بترمي بلاك عليا، انا قابلتك انت ست كبيره. أيوه. قابلتك كويس. كويس. وخدت من ايدك الحاجه حسبت لك الحسبه. أيوه. جاي بتقولي الحاجه دي بتاعتي. ايوه ايوه. منين بتاعتي؟ ما تقولي جدي وانت شكله وصوتك زيه. طب انت بتغلط فيا يا ريت. انت لسه فاكره شكل جدك؟ لما انا اختي الكبيره توفت عندها 163. 163 سنه؟ ايوه. هو انت عندك 200؟ بتتريق عليا. انا ما اتريقش يا ست، انت كبيره. ايوه. وانا ما كلمتكيش، انا قابلتك كويس. وايوه يا ست انت عاوزه ايه وايه طلباتك؟ ما تعيشيش بقى في الدور عليا. يعني انت ممكن تغلط فيا يعني؟ بقول لك ايه؟ ولا تقدر. انا اقدر. ولا تقدر. والله اقدر. ولا بص انت عامله زي الكره الشراب. يعني الواحد مش عايز يعمل معاكي حاجه. عامله زي ايه؟ زي الكره الشراب. يعني انا زي الكره الشراب؟ بالظبط كده. طب اقول لك كلمه؟ اه قولي. تحب اقول الحاجه دي بتاعتي عشان تخلع من الحكايه؟ لا ما هي بتاعتك. يعني برضه حتى هو صدقهاش ان هي كدابه. طب شكلها كده كبيره وكدابه وناقصه. انا بعت لك حاجه؟ انا؟ اه؟ امال اللي فسد من مين؟ انت لسه جايه بالشنط. ده من 6 اشهر حضرتك. من 6 اشهر؟ وانا انا كنت واقف هنا من 6 اشهر؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ بتلخبط ليه في الكلام؟ هرغبط، انت عاوزه ايه؟ ايه اللي عاوزه ايه؟ انا بصي والله العظيم اروح اجيب لك شويه نسوان يدوكي علقه. انا علقه. انا معايا ام محمد تقعد عليك لوحدك تفطسك. ام محمد تقعد عليا انا؟ تفطسك. تعالي قولي لها اي حاجه، ما تستعبطوش علينا. في ايه؟ قولوا اي حاجه. انت في ايه؟ انت متفقه اتفاقيه ولا جايه عاوزه ايه؟ مفيش حاجه يا فندم. انا امال ايه؟ كل الحكايه بكلمك منتهى الصدق. سيدي ايه؟ ما تكذبش عليا. بقول لك ايه، ما تعيشيش في الدور عليا بدل ما اقلب عليك والله افرمك بالعربيه. تفرم مين؟ افرمكم كلكم. ولا تقدر تعمل والله افرمك انت واللي هو في اي حد. ولا تقدر تعمل حاجه. بقول لك ايه، انا ببص انا مش عايز ايه. همد ايدي عليكي. الناس يقولوا ايه؟ تقدر؟ اه اقدر. ولا تقدر؟ والله العظيم اقدر. ولا تقدر؟ والله اقدر. الناس كلها هتعيبك. هيقولوا ست كبيره؟ هيقولوا ست مجنونه. لا. ست ضايعه منها. ست واقعه من حد في السكه كده. انا ست واقعه حته سكه. اه عيب عيب حضرتك. هو انت تعرفي العيب؟ يعني انت كده بتنفض لي يعني؟ انا نفضتك انت اللي هتنفضي لنا وتشغلي لنا دماغنا وتعملي لنا حوارات؟ انا والله العظيم هدوسك بالعربيه. تدوس من ايه ده؟ في ايه؟ هدوسك انت. في ايه حضرتك؟ في ايه ايه؟ انت هتبادئ عندنا. استنى يا عم. استنى ايه ده؟ استنى 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 استنى. الى اللقاء غدا ان شاء الله.